السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أجدادنا وفن الرسم. أنشطة طبعا هنتعرف فيها الدرس على طريقة عمل هذه الرسوم وأنواع الخطوط، ونشوف أيضا مسميات الأشكال اللي أمامنا. أتمنى إذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. عندنا الكراسة بالشكل ده، هنبدأ نرسم الأشكال بالخطوط الخارجية. والخط طبعا هو أقدم الوسائل التي استخدمت في التعبير الفني، يعتبر العنصر الأساسي في الرسم. طبعا أول أهم وظيفة منه إنه بيحدد الشكل الخارجي للشكل، وبيستخدم فيه الخط طبعا سواء كان مستقيم أو متعرج أو منحني أو رأسي أو أفقي أو مائل. زي احنا شايفين كده بنرسم الأشكال بالخطوط الخارجية لها، زي ما احنا شايفين هنا شكل سمكة أو شكل دائرة أو شكل كرة. بعد كده هنشوفها، بعد كده بنرسم التفاصيل الداخلية أدام باستخدام الخطوط دي، طبعا خطوط مستقيمة أو مائلة. وأيضا أفقية وعمودية، شكل منزل باستخدام الخطوط الخارجية للشكل ده. فين أيضا بعض الخطوط المنحنية زي شكل اللي احنا اسمه الحين اللي هو شكل الفراشة. دي كده الخطوط الخارجية من أهم استخدامات الآلة الخط، نعمل بها الآلة الخط الخارجية. دي خط منحني طبعا أو دائري، هنعمل التفاصيل الداخلية للأشكال عشان نوضحها، وبعد كده نقدر نلونها. طبعا هنعمل هنا التفاصيل، وبعد كده هنعمل داخلها بعض الخطوط، قلنا سواء كانت منحنية أو مستقيمة أو متعرجة. أكواشور السمكة خطوط يعتبر منحنيات. البيت ده أو المنزل قلنا كل خطوطه يا إما طبعا مستقيمة منحنية يا إما عمودية أو أفقية. خطوط منكسرة اللي احنا عملناها الزخارف الموجودة دي. شكل الشباك ده يعتبر مربعات، ودي خطوط أفقية زي احنا شايفينها بالشكل ده. التفاصيل داخل الفراشة أيضا هنوجد بعض أنواع الخطوط. طبعا ويعتبر أول من استخدم الخط لتحديد الأشكال ولتحديد الشكل هو الإنسان البدائي، الإنسان القديم. طبعا كان بيرسم الأشكال على الكهوف، كان بيحفرها على داخل الكهف. بعد ما بنحدد الأشكال طبعا بنبدأ في عملية تلوين الرسومات، فتتضح معالمها بشكل كبير. نبدأ هنا نلون الأشكال، هي طبعا موجودة ملونة في الكتاب، بس احنا نوضحها. واللي يهمنا في الموضوع ده الشكل الخط سواء كانت خارجية أو داخلية.
هنا اعتبر كده انتهينا من عملية التلوين. هنشوف هنا بعد كده اسم كل عنصر. الشكل ده شكل ايه؟ طبعا هي خطوط هنا منكسرة ومائلة، يبقى دي شكل جبال وهنا شكل مستطيل. هكذا نشوف انواع الخطوط الموجودة في الشكلين. هنا الخط ده يعتبر خط مائل، وشوفنا دي كده يعتبر خط منكسر. عندنا بعد كده خط عمودي او رأسي، والخط اللي هو نايم ده يعتبر خط افقي. ما كده بقولك نملأ الفراغ الداخلي باللون لأحد العناصر المختارة، تختار أي عنصر وتبدأ تلونه سواء شكل الجبال أو المستطيل. احنا نلون الاتنين مع بعض بحيث ان اللي عايز يلون ده يلون واللي عايز يلون آخر يلون. طبعا بأي لون اختار انت الألوان اللي تعجبكم وابدأ لونوا بها الأشكال. وبالشكل ده يكون انتهينا من الدرس. طبعا أتمنى إذا استفدتم من الدرس تعملوا لايك وتعليق واشتراك القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.